بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم كل نجوى وسامع كل شكوى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات وغافر الخطايا والزلات، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اولي الهمم العاليات، اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في رياض الجنه، وموضوعنا اليوم باذن الله بعنوان اهميه الدعاء. ولهذا الموضوع استضفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المحمدي الداعية الإسلامي فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. ونتمنى أن نقضي وقتا ممتعا معه في رحاب رياض الجنة كما يمكنكم التواصل معنا أيضا على الهواتف المبينة على الشاشة بإذن الله. فضيلة الشيخ قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ايضا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. هل الدعاء بهذه الاهميه والمنزله بحيث ان هذه الايات تواترت في اهميه وفضل هذا الدعاء؟ الحمد لله ما بقيت الارض والسماء وما ظلت مسبحه بحمده الاشياء. نحمده على ما حكم وقضى ونشكره على ما ابرم وامضى. ونصلي ونسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه المرسلين وآل كل وسائر الصالحين وبعد الدعاء ما هو الدعاء؟ الدعاء هو طلب اللجوء الى الله هو الخروج من الحول والقوه والخروج من الضعف الى قوة الله عز وجل الخروج من الممكن الذي لا تستطيع ان تقيمه الى من يستطيع ان يقيم كل شيء فالدعاء هو الاحتماء انت تحتمي بالله والانسان في اصل خلقته فقير نعم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله نلاحظ يا دكتور انه قال الناس يعني الغني والفقير الوزير والغفير الضعيف والقوي كل الصغير الناس، والكبير كل الناس امام الله فقير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فالفقير يريد الله حتى يغنيه والغني يريد الله حتى يزيد الله في غناه الضعيف يريد الله حتى يقويه والقوي يريد الله حتى يصرف عنه الداء ويصرف عنه البلاء إذا فالناس جميعا بحاجة إلى الله والله عز وجل يحب ذلك يحب أن يدعوه عبده يحب أن يلجأ إليه العبد طالبا منه راجيا لديه ولذلك أثر أن النبي صلى الله عليه والسلام. وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه الله. الله يحب أن يسمع من عبده الدعاء الله يحب أن يرى هذا الذل والانكسار وهذا في فضل الدعاء من لم يسأل الله من لم يسأل الله يغضب عليه مم. يعني الله يغضب والسؤال هنا بمعنى الدعاء الدعاء مم. ولذلك لا تسألن بني آدم حاجةً جميل. وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُغْلَقُ الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب هذه طبيعة الناس إذهب إلى أي أحد في أول مرة قد يلبي طلبك صحيح. ثاني مرة ثالث مرة يا أخوي خلاص لكن ربك يريد منك ذلك ويريدك أن تتضرع بين يديه وأن تطلب منه لا تطلب من غيره الله هو قاضي الامور، مصرف الامور، ولذلك العجب ان يذهب الانسان الى ميت يطلب منه ما لا يقدر عليه. الله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من الحي الذي لا يموت؟ هو الله جل جلاله. اذ انسان اذا وقع في مشكله يذهب ويتوكل على ميت، هذا الميت وان كان امامك هو على ظهر البسيطه امره بين يدي الله، لا يستطيع ان يقدم لك امرا أو يسلب منك شيئا إلا بإذن الله ولذلك النبي قال لابن عباس يا ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. الله الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا الكلام الجميل، استاذنك شيخ واستاذن الساده المشاهدين لهذا التقرير ثم نعود باذن الله فابقوا معنا. الدعاء سمه العبوديه وروضه القلب. وجنة الدنيا عبادة ميسرة مطلقة غير مقيدة بحال ولا مكان ولا زمان. الدعاء باذن الله يكشف البلايا والمحن ويمنع وقوع الهلاك والعذاب وييسر كل عسير. الدعاء سلاح المؤمن وخاصة في الثلث الاخير من الليل. سهامه لا تخطئ لا يمنعها مانع ولا حاجب وخاصة إذا انطلقت من عبد مظلوم وقلب مكلوم الدعاء حبل ممدود بين الأرض والسماء به تستجلب النعم وبه تدفع النقم به تفرج الهموم وتزول الغموم كفى المرء شرفا قرب الله حال الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واعجز الناس من عجز عن الدعاء بالدعاء تسمو النفس وتعلو الهمم فلنلجا الى المولى بقلوب خاشعه ودموع منسكبه وثقه كامله ويقين تام ولنلح في المساله على اكرم الاكرمين وارحم الراحمين فوالله ما رد سائلا ولا خيب تائبا ولا منع راجيا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المحمدي وحديثنا اليوم بإذن الله عن أهمية الدعاء شيخنا الكثير يقول اعلم اهميه الدعاء واعرف فضل الدعاء ولا يخفى على احد حال الامه والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها مع ذلك يقول ندعو وندعو فلا يستجاب لنا، هل الخلل هنا هو في الناس الذين يدعون او في الدعاء نفسه؟ نعم هذا سؤال كثيرا ما يطرح وكثيرا ما يطرح عند الازمات صحيح واكثر ما يكون طرحا عند الامه المتكاسله، عند الامه التي لا تعمل وتريد أن يغير الله قانون الحياة لأجلها. الله وضع قانونا في الأرض أن الحصاد لمن زرع، وأن النجاح لمن اجتهد، وأن النصر لمن قام بأسبابه. نعم. فإذا غيرنا نحن هذا القانون، الله لا يستجيب لنا. سمعنا في التقرير قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. أرجو أن ينتبه الأخوة إلى كلمة أجيب. نعم. وقال ربكم ادعوني استجب. استجب لكم. اذا كل دعاء مستجاب. كل عجيب. دعاء مستجاب. المهم ان تستطيع ان ترمي الرميه. انت تريد ان تاخذ هذه الرميه لكنك لا تحسن المرمى، الخلل فيك انت. احنا عندنا خمس اسباب ينبغي ان تتوافر اذا اردنا دعاء مستجاب. الخمس اسباب تكاد تكون منعدمه عند البعض. ومع ذلك يقول دعوت كثيرا فلم يستجب لي مم. عندنا شروط في الداعي وعندنا شروط في الدعاء جميل. وعندنا زمان وعندنا مكان وعندنا موانع الاستجابه هذه الخمس اذا توافرت اسبابها في انسان حق له ان يستجاب له اذا راعى مع ذلك اداب الدعاء مم. انا اريد ان اقف عند قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. نعم. يعني في لغتنا سأل أجاب. القرب والبعد ليس له علاقة بالسؤال والجواب. فلماذا قال الله قريب وقدمها على أجيب؟ الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول: وأعظم ما في الآية وكلها عظيمة تقديم القريب على الأجيب. كيف؟ لماذا؟ نعم. لو ذهب احدنا الى المستشفى وولده مريض نسال الله ان يعافي الجميع اللهم يعني. ثم سال اين الطبيب قالوا الامور مستقره لكن الطبيب غير موجود مهما كانت الامور مستقره ومهما يرى كل علامات الاستقرار موجوده عدم وجود الطبيب يجعل عنده نوع من انواع القلق. صحيح. طيب فاذا راى الطبيب امامه حتى لو قلت معايير الصحه عنده يكون عنده نوع من انواع الاطمئنان، صحيح. لماذا؟ نعم. لقرب الطبيب من مريضه، فاذا كان هذا حال البشر فكيف برب القوى والقدر؟ الله. الله يقول لك انا قريب منك، قريب افهم ماذا تريد، قريب اعلم ماذا تريد. قريب اعلم ان كان ما تريده ينفعك الان ام غدا او ما تريده يضرك ام لا فاعطيك ما اردت وان لم تطلب بلسانك قد يطلب احدنا ما يهلكه فالله عز وجل يمنع عنه طلبه ويعطيه مراده لانه اراد في دعائه النجاه لكنه دعا بالهلكه والله ارحم من ان يعطي عبده ما اخطا فيه بل يعطيه مرادة قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لكن انتبه لثلاثة كلمات يعني كأنها لتسكين نفس الداعي الذي يريد أن يدعو نعم إني قريب إني قريب أنا قريب, أنا قريب منك أنا أعلم عنك كل شيء وأعلم ما يصلحك وأعلم الشدة التي أنت فيها وأعلم البلاء الذي أنت فيه وأعلم ما يصيبك وما يكدر خاطرك وكل أمرك عندي بين الكاف والنور <applause> الانسان على ما يتعب كل المشاهدين الان اللي عندهم بلاء وعندهم امراض ما, ما الامور التي عندكم؟ ايعجز الله حاشا ربي وجل وعلا ايعجز الله في في كلمه واحده كن فيكون الله يريد ان يختبرك يريد ان يرفع مكانتك يبتليك ليرى منك صبرا ويرى منك احتماء ودعاء له فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان انتبهوا لهذه الكلمات الثلاث فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما توافرت هذه الثلاث في الداعي فقد حق له ان تكون دعوته مستجابه مم. يبقى اول امر الداعي ينبغي على الداعي ان يظهر لله عز وجل الذل والخضوع والانكسار ان ينطرح بين يستجيب لاوامره اي نعم، أن ينطرح بين يديه خير عز في ذلك لله. خير قوة في ضعفك بين يدي الله. أمتع نعيم وعطاء في انطراحك بين يدي الله عز وجل، هذا في الداعي. في الدعاء لا ينبغي للإنسان أن يدعو بإثم وألا يدعو بقطيعة رحم وألا يدعو بغير ما شرعه الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم. ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له عند الله ثلاث إما أن يستجيبه الله عاجلا يعطيه ما أراد وإما أن يؤخرها له بين يديه وإما أن يرفع الله عز وجل بها قضاء كاد أن يصيبه الصحابة لما سمعوا ذلك لو أن الدعاء مصيب في كل شيء قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله اكثر الله أكثر من ذلك إذا الدعاء ينبغي ان يكون بالمشروع، ولا ينبغي ان يكون فيه اثم ولا قطيعه رحم، ولا ينبغي ان يكون فيه تعجل، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت، قد دعوت، الله يحب ان يسمع صوتك، الله يحب وهذا أه. الذي نسمعه الان، يعني دعا الناس دعا الناس لكن الحال لم يتغير آه الله يحب الحال لم يتغير لاننا لم ناخذ باسباب النصر، م. هذا امر اخر انا اتكلم عن انسان الان اخذ بكل الياته اراد ان ينجح فاجتهد وذاكر ثم اراد ان يدعو اراد ان يحصد زرعه فبذر وفعل ما عليه ثم دعا ربه لا لن تجد انسانا بذل ما عليه ودعا ربه وخيبه الله مستحيل انما تجد انسان قاعد تجد انسان فاشل تجد انسان يريد ان, أن ياكل من حرام ويستجاب له تجد انسان ياكل اموال الناس بالباطل ويدعو الله ويريد ان يستجاب له، لن يستجيب الله لك لانك لم تاخذ بالاسباب، اذا الدعاء ايضا ينبغي ان يكون الدعاء بالمشروع وينبغي الا تكون فيه عجله. يعني ذلك ابن عطاء الله السكندري بيقول كلمه جميله جدا بيقول لا يكن تاخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك. فالله قد ضمن لك الاجابه. فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد هذه كلمات طيبة لا يكن تأخر أمد العطاء أنا أدعي أدعي أقول يا رب يا رب يا رب ولما يأتني الفرج اصبر لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك الإلحاح هذا عبادة النبي علمنا ان الدعاء عباده والقران قبل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الدعاء عباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي لم يقل دعائي صحيح وانما قال عن عبادتي فالدعاء عباده ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده يبقى الانسان لما يلح على الله في الدعاء وتذرف عينه ويبكي بين يدي الله ويدعو هو اصلا يعبد ربه عز وجل يبقى الامر الثاني في الدعاء ينبغي أن يكون موافقا للشرع وألا يتعجل صاحبه الإجابة لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك لماذا فالله قد ضمن لك الاجابة الإجابة مضمونة إما أن يعطيها الله لك فإن تأخرت فاعلم أن الله يرد قضاء فإن لم تدرك ذلك ولا ذلك فاعلم أن الله يدخرها لك في الآخرة يا الله. وقد صح عند بعض الآثار عن كعب الأحبار أن أهل الجنة إذا أوقفوا بين يدي الله فرأى أهل الدعاء الذين لم يستجب ما أعطاهم الله من نعيم فيقولون ربنا لو لم تستجب لنا دعوة يا ريت لم تستجب لنا دعوة عندما رأوا عندما رأوا النعيم الذي هم فيه وأخرت لنا كل ذلك بين يدي الله يبقى اثنين الداعي والدعاء الأمر الثالث الزمان تخير الزمان يعني عندك مثلا الأسحار الثلث الاخير من الليل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ساعة آخر النهار من بعد صلاة العصر ليلة القدر العصر الأول من ذي الحجة هذه الأيام تخير الزمان الذي تكون فيه مع الله ويكون الزمان فاضل وانتبه إذا كان الزمان فاضلا والقلب فارغا فلا تدعو وإذا لم يكن الزمان فاضلا والقلب ممتلئا خشية فادعو يا الله يدعو. المهم القلب القلب هذا هو ملك البدن ملك كل شيء المهم ان تدعو ربك يبقى اذا تخير ايضا الزمان كذلك المكان الله فضل بعض الاماكن على بعض مثلا يوم عرفه في في عرفه هذا يوم اجتمع فيه الزمان والمكان نعم. البيت الحرام وخاصه حجر اسماعيل هذا مكان مبارك الوقوف على الصفا الوقوف على المروه المشعر الحرام تخير الاماكن التي يستجاب فيها الدعاء الامر الاخر موانع الدعاء سناتي الى موانع الدعاء شيخنا في المحور القادم استاذنك الان لهذا الفاصل ثم نعود باذن الله فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم مرة أخرى في حلقة أهمية الدعاء وضيفنا فضيلة الدكتور أحمد المحمدي شيخنا قبل الفاصل تكلمنا عن بعض آداب الدعاء ولا زال هناك أيضا آداب أخرى ونريد أن نؤجل موانع الدعاء إلى المحور الأخير من هذه الحلقة شيخنا لازلنا في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني بعض أهل العلم شيخنا ذكر أيضا لفتة جميلة هنا في هذه الآية يعني في التساؤلات التي نعم. وردت الى النبي صلى, نعم. صلى الله عليه وسلم يسالك نعم. الناس عن الانفال يسالونك نعم. عن الاهله نعم. كلها كان الجواب قل يا محمد نعم. هل من لفته جميله هنا نعم. يعني في ما من سؤال في كتاب الله الا وكانت الواسطه بين السؤال والجواب اداه قل يسالونك عن المحيط قل قل, قل. يا محمد عن الخمر والميسر قل, قل. يسالونك عن الانفال الانفال قل الانفال يسالونك عن الساعه يسالونك عن الساعه قل الا هذه هذه الآية الوحيدة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي لا فإني قريب لا تحتاج إلى قل ما في قل يا محمد ما في, ما في أي قليل. واسطة بين العبد وبين رب فإني م. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لذلك من فهم هذه الآية جيدا لجعل دعاءه في كل سكنة من سكنات حياته لأنك إذا أردت قرب الله فعليك بالدعاء وإذا أردت تفريج الهم فعليك بالدعاء واذا اردت تنفيس الكرب فعليك بالدعاء واذا اردت التسديد والتوفيق فعليك بالدعاء الدعاء الاستدعاء كما قال الخطابي انت تستدعي الله عز وجل تستدعي قدره الله وقوه الله وحول الله حتى يكون معك ولذلك الانسان اذا دعا ربه فهو في حول الله وقوته يعني لفت هنا شيخنا ان لا احد ولا واسطه بيننا أبد. وبين الله أبد حتى لو كان نبي مرسل او ملك مقرب ابدا ما أبد. في اي واسطه ولا حرفين القاف لا، ما في حتى انت يا محمد لا الـ 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 اذا دعا العبد فامره الي فاني اجيب مم. قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا جميل طيب شيخنا المكان وقد تكلمت ايضا عن المكان قبل الفاصل والزمان يعني نرى شيخنا العامه هو الواقع نريد ان نتكلم عن الواقع لا ننظر يعني ما يلجؤون الى الدعاء ولا يكون هناك يعني الحاح في الدعاء الا في رمضان في يوم عرفه في موسم حج يدعو الله مثلا في العمره اما طوال السنه تجده لا يعرف ان الدعاء مهم لكن اذا حزبه امر ذهب يبحث عن واسطه ذهب يبحث عن مسؤول ذهب ولا يلجا الى الدعاء هل الدعاء سلاح يعني يضاهي قوه الواسطه يضاهي قوه اذا كان السلف اذا حزبهم امر فزعوا للدعاء فزعوا للصلاه <applause> يعني نريد ان نتكلم عن الواقع قليلا <applause> هو كما قلت دكتور محمد بعض الناس لا يعرف ربه الا ساعه الشده بعض الناس لا يعرف الدعاء ولا معنى الدعاء ولا يبكي الا عند الازمه وهذا خير أيضا جيد يعني جيد. هذا أيضا خير لكن الحسن البصري كان يقول من أراد أن يستشعر معية الله في الضراء فليكن له عبدا في السراء من أراد أن يستشعر معية الله في الضراء فليكن له عبدا في السراء <applause> إذا أنعم الله عليك بنعمة فرعها واشكر ربك وألهج بالثناء عليه والانطراح بين يديك والدعاء لديه فإن الله يحب عبده هذا أما عند الضر فيجتمع كل الناس كل الناس عند الله يهود نصارى بوذيين كل الناس عند حتى الكفار قد يلجؤون إلى الله وإذا ف... مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم وأخرجهم من هذا إذا هم يشركون بالله عز وجل لكن من العبد الوحيد الذي يدعو ربه عند الصراء المؤمن لذلك لا ينبغي لك أن تكون شريكا لغيرك من غير المسلمين في الضراء حين تدعو ربك وألا تكون متفردا عند السراء إذا أردت أن تدعو الله الله عز وجل يحب عبده اللحوح الملحاح الذي يكثر الأنين والشكوى إلى الله وكلما أكثر العبد الأنين والشكوى إلى الله كلما وفقه الله ويسر الله أنت ذكرت الآن دكتور مسألة الواسطة وهذا أمر واقع ونحن نشاهده إذا وقع الإنسان في مشكلة أول أمر يفكر فيه من من البشر أحتمي به من من البشر أتصل به وهذا ربما يكون شيء فطري يا شيخ وهذا أنا. موجود ولا نقول أن هذا يعني أمر مخالف للشاهد. مخالف لا نعم. المهم ألا يتجعل مرضاتك لربك تأتي تبعا لذلك ألا تجعل دعائك لله يأتي بعد ذلك هذه القصه حدثت معي في سنه 2006 مم. ولا ادري الاخ موجود يستمع الان ام لا هذا الاخ التقيته في احد المساجد قال لي انه عنده مشكله والمشكله تستدعي رحيله من البلد وانه انه انه وانه كان غلطان وانه انه لكن الموضوع ممكن ينحل لو ان فلان التقى به لكن فلان الابواب كلها موصده وقال اه وقال لي أنا اتصلت بزيد واتصلت بعبيد واتصلت واتصلت لكن الأبواب موصلة قلت له كل الأبواب طرقتها؟ قال لي والله يا شيخ ثلاث سنين ما طرقت بابًا إلا وأوصد في وجه قلت له وباب الله. أول أول ما قلت له هذه الكلمة يا شيخ محمد كأنه تعجب، قلت له هل قمت لله في الليل في الثلث الأخير من الليل فدعوت ربك وقلت يا رب كل الأبواب أغلقت وأنا ليس لي أحد الا انت وانا انطرح بين يديك وانت ربي وانا عبدك انا العبد وانت السيد افعل لي هل فعلت ذلك قال والله يا شيخ ما حصل ثم بعد ذلك تفرقنا وفي سنه 2010 بعد اربع سنوات بعد اربع سنوات ونفسه واقف اذا باحد الاخوه يضع يده على كتفي فنظرت فاذا صاحبي قلت له يا رجل انت فين؟ تليفونك ما عندي ايش سويت؟ قال لي لا لازم اشرب معك شاي. شربنا شاي. قال لي والله يا شيخ انا فعلت ما قلت وبعد ثلاثه ايام قلت اروح عند هذا الرجل لعله يشوفني. قال اول ما دخلت قال لي تعال تعال يا محمد هذا الاخ اسمه سيد. قال تعال يا محمد قال فنظرت يمنى ويسرى فلم اجد قال لي تعال 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 انت ايش مشكلتك؟ قلت والله انا مشكلتي كذا وكذا وكذا. جاب ندو قال لي خلاص خلصوا مشكلته. قال لك انت كل ما تكلمني تقول لي يا محمد يا محمد انا لست محمدا قال لي انت يا ابني مش جيتني اول امس مع فلان بن فلان قلت له لا والله انا ما جيت عجيب قال سبحان الله القى الله الشبه عليك يلا خلاص قضي امرك هذا رزقك من الذي فتح هذا الباب؟ من الذي فتح له هذه المشكله وخرجه منها؟ الله هو الله هو الله ولذلك كلما عظم يقينك بالله كلما تسهل امرك وكلما ضعف يقينك بالله كلما ذل وجهك وكلما احتقرت في ذاتك وكلما هنت أمام الناس شيخنا الإلحاح في الدعاء يعني ذكرنا بعض الناس ما يعرف الدعاء إلا في رمضان يظن أن الدعاء مثلا صلاة الوتر الدعاء لا يكون في الوتر إلا في رمضان يعني هذا السؤال أنا سألني واحد يعني يسأل يقول هل يجوز ان مثلا ادعو في الوتر بعد رمضان؟ نعم قلت طيب الله الدعاء في اي وقت وحيد نعم صحيح قال لكن ما يعني دعونا او منذ فتره كذا وكذا ما ندعو الا في في المساجد في رمضان فقط وهذه مشكله وايضا حتى حتى بعض الناس يظن ان الدعاء اذا كان في جماعه وحد يدعو والثاني يؤمن لا يعلم انه يدعو امن يجيب المضطر اذا دعاه إذا كنت مضطر ادعو ربك وانت جالس وانت منفرد وانت منفرد يعني. وانت رايح وانت راكب السيارة ادعو ربك الله يحب ذلك إذا وصلت إلى حالة الاضطرار فاعلم أن الله سيستجيب لك بل قال أهل العلم إذا أحبّ الله عبدا يسر الدعاء على لسانه إذا أحبّ الله عبدا يسر الدعاء على لسانه، كل مره يدعو يدعو يدعو، واذا ابغض الله عبدا اوقفها. يعني من السلف من يقول انا لا احمل هم الاجابه لكن احمل هم نعم الدعاء. نعم، وقد اثر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لان الله قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب. يعني ضمن الاجابه. اه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الموضوع انتهى. مم وبعض الناس يا دكتور ذكي مع الله. يتعامل مع الله بلغه التجاره. فإذا كان في مصيبة أو أزمة ماذا يفعل يذهب يقضي حوائج الناس نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أحد الإخوة كان عنده هم وكرب فذهب ففرج كرب مسلم وقال يا رب فرجت ما قدرت عليه وتركت ما عجزت عنه تركت لمن لله عز وجل ما. كل انسان يقدم معروفا بين يدي الله يعد نوع من انواع الدعاء لان الدعاء هو ايه الدعاء هو اظهار الذل والتذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله هذا الانكسار اذا كان امامك ثق ان دعوتك مجابه ولو بعد حين وثق ان الله سيرضيك بما لم تكن تحلم به بما لم تكن تحلم به نوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عام البشرية جمعاء كانت ضد نوح عليه السلام فدعا ربه إني مغلوب فانتصر فأغرق الله الأرض لأجله الأمر بيد الله الأمور كلها بيد الله لا شرقية ولا غربية المهم أن تذهب أنت إلى الله وأن تدعوه وساعتها يأتيك الله بالبشارة ويأتيك بالخير جميل طيب شيخنا الآن ذكرنا شطر من آداب الدعاء نريد أن نكمل آداب الدعاء أنا أريد يعني من الإخوة المشاهدين أن هم يكتبوا هذه الآداب واحدة واحدة ويطبقوها طيب، الأدب الأول الوضوء إذا أردت أن تدعو هذه آداب ليست شروط ولا واجبات م. آداب إذا أردت أن تدعو ابدأ بالوضوء نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو موسى الأشعري وكان أبو موسى في معركة وكان قائد المعركة رجل اسمه عبيده ابو عامر الاشعري ابو عامر الاشعري ضرب بسهم فمات فيه فقبل ان يموت قال لابي موسى الاشعري يا ابا موسى اقرئ رسول الله مني السلام وقل له يستغفر لي فذهب ابو موسى الى رسول الله وقال عبيده يسالك ان تستغفر له ويقرئك السلام فقام النبي فتوضا هذه أدب من آداب الدعاء أينا. فتوضأ ثم قال اللهم ارفع درجة عبيدة أبي عامر واغفر له فقال له أبو موسى ولي يا رسول الله أبو موسى الأشعري قال واغفر لعبد الله بن قيس م. اللي هو أبو, أبو موسى الأشعري يبقى أول شيء تعمله مباشرة تذهب إلى الوضوء الأمر الثاني أن تستقبل القبلة نبينا صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أبو هريرة أن يدعو لدوس قبيلته فتوجه النبي الى القبلة وقال اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا يبقى الامر الثاني ان تفعل ذلك لا. الامر الثالث ان تكثر الثناء على الله عز وجل لاحظ ان اول دعاء في القران في سوره الفاتحه الحمد لله بدا الله بالحمد لله الحمد لله ثناء رب العالمين ثناء الرحمن الرحيم ثناء مالك يوم الدين، ثناء، فين الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قدم بين يدي الدعاء بالثناء على الله هذا الثناء شيخنا ايضا دعاء. هو الدو... اعظم من الدعاء. الثناء يا دكتور يعني انا اذكر يعني الدعاء ممكن نقول انه ثناء وطلب. نعم <applause> الثناء بعض اهل العلم كابن القيم وغيره قال قال عظم الدعاء في عظم الثناء. كلما اثنيت على ربك كلما وفقت للاجابه. في رجل اسمه أمية ابن أبي الصلت ده كان من أيام الجاهلية أراد يعني عطاء وكان في رجل كريم اسمه عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان كان لا يرد سائلا قط لا. فذهب إليه أمية بن أبي الصلت يطلب منه عطاء فلما وقف أمية أمامه قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أي عطاؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السؤال الله يعني مجرد أن أنا أقول لك أثنى عليك خلاص هذا حال البشر آه قال أعطوه حتى يقول كفاه خلاص إذا كان هذا مع البشر فكيف بالله عز وجل النبي محمد جلس يوم حديث فضالة في, في مسلم وأحمد جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأتى برجل أتى رجل فهذا الرجل دخل قال اللهم اغفر لي وارحمني فقال النبي لا تفعل ذلك إذا أردت أن تدعو فاحمد الله عز وجل ثم صلّ على رسوله ثم ادعو وبينما هو يعلمه إذ دخل رجل فأثنى على الله وصلى على رسوله ثم دعا فقال ادعو يستجب لك يبقى إذا قدم الثناء بين يدي الدعاء الأمر الرابع من آداب الدعاء إذ أردت أن تدعو ربك ألا تسجع في الدعاء ألا تعيش مع الألفاظ هناك البعض دكتور يعيش مع الألفاظ والتراكيب الثقيلة يا أخي ادعو بما في قلبك وإن لم تعلم فادعو بجوامع الدعاء سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالس هو سيدنا معاذ وكان يدعوان فدخل عليهما رجل فسمع الدعاء مش فاهم فقال يا رسول الله بما تدعوان ماذا تقولان فاني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، لا عارف انت بتقول ايه ولا سيدنا معاذ بيقول ايه، فقال النبي له ما تقول يا اخ العرب ماذا تقول قال اقول اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار قال حولها ندندن يا اخ العرب يا سلام. حولها ندندن يبقى اذا اختار جوامع الدعاء دعك من السجع المتكلف بعض الناس يدعو بما لا يفقه يعني لأن س... انا سمعت مثلا يا دكتور سمعت من يقول اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم أغلق علينا أبواب نيرانك قلت أعوذ بالله أغلق علينا يعني دخلنا جوه النار وفي على بمفتاح أغلق من دوننا أغلق عنا أغلق عنا فأنت لماذا تدعو دعاء أنت لا تفقه فيه ولا تفهم فيه إذا ما كان عندك معرفة خذ دعاء من أدعية رسول الله ما عندك هذا الدعاء، ادعو بما في قلبك. يعني بلسان حالك. بلسان حالك. كبير السن، العجوز الكبيره، ممكن ان تدعو ب... يعني بلسان اذا بلسانها. كانت لا تجيد العربيه. بلسانها. 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 لا. الله يصلح عيالي، الله يصلح زوجي، الله, الله, الله يصلح يعني هكذا. وكم من هذا الدعاء يا اخي والله بيكون مقبول وبيكون طيب، وما في هذا السجع المتكلف، لكن ينطلق من قلب واثق في الله عز وجل، قلب م. راض. م. الامر الخامس اذا اردت ان تدعو فاعزم. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت مثل بعض أخواننا لازم في السؤال لازم. جزم لازم جزم مثل بعض أخواننا ربنا يوفاك إن شاء الله لا يا شيخ لماذا تقول إن شاء الله لا تعلق لا تعلق المشيئة اجزم في الدعاء إذا كنت داعي فجم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني الأمر السادس إذا أردت أن تدعو فابدأ بنفسك الله علمنا ذلك ربنا اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ابدا بالدعاء واشرك امه الاسلام معك في الدعاء لا تدعو منفردا وكذلك لا تدعو منفردا وانت امام ووراءك المامومون مم. لا تقول وانت بالصلاه مثلا او مم. وراك او انت مثلا جالس مع عيالك واهلك اللهم اهدهم يقولوا امين هذا لا يحل لا يحل لمسلم أن يخص أن بنفسه. نفسه بالدعاء وسط الناس، مم. إنما تدعو اللهم اغفر لنا، وربنا علمنا هذا في سورة الفاتحة، اهدنا، لم يقل اهدني أنت بتصلي لوحدك في الصلاة، ما بتقولش اهدني اهدنا اهدنا لأنك تريد الخير لك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الدعاء ألا تتعجل الإجابة ما الإجابة لأنك لا تدري ولا تعلم متى يكون الخير في هذا اليوم هل يكون الخير أن يستجيب الله لك الآن أم يستجيب الله عز وجل لك بعد شهر أو بعد عام أو يمنع الله عنك هذا العطاء هو قد يكون منع العطاء إجابة نعم قال ابن القيم رحمه الله قد يكون المنع عين العطاء الله. وقد يكون العطاء عين المنع ربما أعطاك ليبتليك وإن وربما منعك ليرفعك ليدخلك لك آه ليجتبيك فانظر إلى هذا المعنى الإنسان المؤمن الواثق بالله يعلم أن أمره كله خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن كذلك من آداب الدعاء إذ أردت أن تدعو ألا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. لا تقول الله لا يوفق فلان ويا رب ما تصلح عمل فلان ويا رب أو أن تدعو بالمرض على أناس لم يظلموك. يعني لو أنك لو إنسان ظلمك فانتصرت لنفسك فلا حرج عليك. لكن إنسان لم يظلمك وليس له وجه حق وتدعو عليه هذا امر لا يجوز ولا يحل لمسلم ان يفعل ذلك. هذا الدعاء بالاثم. نعم. من اداب الدعاء كذلك اذ اردت ان تدعو ان تقدم معروفا لله. هو المعروف لك انت. بس احنا نقولها معروف وصدقه لله عز وجل، مع انه في الاخير لك. طيب لماذا تقدم معروف لله؟ لان الله اكرم من ان يرى عبده يسعى لقضاء حاجه عبده ثم يحرمه عطاءه مرة ثانية الله أكرم من أن يرى عبده يسعى لعطاء عبده ثم يحرمه عطاءه في التاريخ أن رجل اسمه أحمد المسكين أحمد المسكين هذا دكتور كان من البصرة وكان رجلا ثريا جدا وكان كلما أراد دعوة وكلما أراد حاجة ماذا يفعل؟ يسعى في قضاء حوائج الناس فأراد مولودا وصل ستين سنة وما عنده مولود فسعى في قضاء حوائج الناس فرزقه الله مولودا سماه أحمد وعلمه منذ صغره منذ نعومة أظفاره أي بني إذا أردت عطاء من ربك فسعى إلى قضاء حوائج خلقه فشب الولد على هذا الأمر كلما أراد دعاء ولا أراد شيء يسعى في قضاء حوائج المسلمين على قدر ما يستطيع مات أبوه وهو في العشرين من عمره فكان أحمد في كرم أبيه وزيادة كان يعطي الأرامل والمساكين والفقراء وما دعا دعوة إلا واستجابها الله عز وجل له سبحان وفي يوم من الأيام خرجت كل تجاراته فغرقت كلها في يوم واحد الله ثم جاء من يطالبه بالدين ما عنده شيء فصار بين عشية وضحاها أفقر أهل البصرة قال ورابني في أمري الفقراء الفقير عارف أن رجل ثري فكلما يراه يذهب إليه فهو يضطر أن يروح يمين يضطر أن يروح يسار ما عنده ترك البلدة قال فقابله أحد الإخوة الذين يعرفونه وقال له هل تعرف فلانا قال نعم أبي كان ينفق على أبي وأنا كنت أنفق عليه قال قد صار الآن أثرى أثرياء الكوفة فلو ذهبت إليه وشكوت له حالك فأعطاك يعطيك فذهب إليه في بعض الروايات أنه وصل إليه بعد سبع قصور أو أحد عشر قصرا يعني عنده احد عشر عجيب. هذا الرجل مم الذي كان ينفق عليه وقف على بابه قال سيدكم موجود قالوا نعم بالداخل قال فنظرت فإذا هو في شرفة داره فقولوا له قولوا له أحمد ابن محمد المسكين فدخل ثم خرجوا فطردوه من القصر وقالوا سيدنا ليس موجودا قال فانكسر قلبي وكنت اقول في نفسي اين ما كنت ارجوه وافعله وبينما انا كذلك اذ ذهبت الى البصره من الكوفه رجعت الى البصره ماشي على اقدامي فجلست فبينما انا جالس اذ جاءني ثلاثه من البحرين من البحرين كانت بلاد تجاره وبلاد خير فاتوا الي فقالوا له أين محمد المسكين قال هذا أبي وقد مات قالوا أنت أحمد قال نعم قالوا ما الذي يخبرنا بك الناس كلها عرفته قالوا لك عندنا مال أبوك تاجر عندنا وترك أمواله فتاجرنا فيها وهذا أحد عشر جملا محملة كلها بالياقوت والمرجان لك يا الله فنظر أحد عشر جمل ياقوت مرجان انخلع قلبه من الفرحة فذهب وأخذ يعدها ويا ولكن قال في نفسه أين من يشتري الياقوت والمرجان في البصرة لمصيبة تانية بينما هو كذلك إذ مرت عليه امرأة معها خدم وحشم قالت يا غلام أتعرف أحدا يبيع الياقوت والمرجان في البصرة قال أنا يا خالة قالت أين هو قال هذا كم تشين قالت أريده كله فأخذت هذا الياقوت والمرجان بألف ألف دينار ذهبي يعني مليون دينار ذهبي في ذلك الوقت في ذلك الوقت فعاد كما كان وزيادة وأخذ ينفق على الفقراء والمساكين والأرامل ثم تذكر صاحبه الكوفي صاحب اللي طرضه. صاحب القصور آه صاحب القصور اللي طرده فكتب إليه رسالة صحبت أقواما لا خلاق لهم يدعون بين الناس بالمكر والحيل كانوا يجلوني مذ كنت رب غنى. وحين افتقرت عدوني من الهمل لما كنت صاحب جاه صح. عريض. كانوا يقبلوا الخشم ويحبون. صح. لكن خلاص. فصاحبه كتب له على ظهر الرسالة. كنت أريدها خبيئة. كنت أريد هذا الأمر يكون خبيئة. لكن خلاص أنت طلبت. أما الثلاثة الذين وافيتهم ما كانوا من البحرين. ده كانوا من عندي أنا. عجيب. اما الثلاثة الذين وافيتهم من قبلي ولم يكن ذاك الا سببا من الحيل ومن ابتاعتك المرجانة والدتي وانت انت اخي بل منتهى املي وما طردناك من بخل ومن قلل ولكن عليك خشينا وقفة الذلل الله الله فانت ما اجمل هذا القصة آه انت افعل المعروف هياتيك قدم بين يدي الدعاء معروف الامر الرابع اجعل أكثر دعائك استغفار. استغفر, استغفر 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 لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أدام عبد الاستغفار إلا أعطاه الله ما كان يرجوه وإن لم يطلب. سناتي شيخنا لماذا الاستغفار لكن بعد هذا الفاصل أيها الأحبة فاصل ثم نعود معكم فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم مرة أخرى في رياض الجنة وحديثنا اليوم عن الدعاء. شيخنا ذكرت من الآداب الاستغفار. نعم. <applause> أن يبدأ العبد بترداد الاستغفار كثيرا. ذهب رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له يا إمام ادعو الله أن يرزقنا المطر. قال: أستغفر الله. م. وذهب إليه رجل فقال: أدعو الله أن يرزقني الولد. قال استغفر الله مم. وذهب اليه قال ادعو الله ان يرزقني المال قال استغفر الله سالوه قال اما قراتم القران فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لاحظ هنا الذي استغفر هو طلب المطر هو طلب المال هو طلب الولد ما استغفر استغفروا ربكم إنه كان غفارا كان إيش اللي بعد كده يرسل السماء يعني يعطيكم كل خير إلزم الاستغفار يعطيك الله حتى ما لم تطلب يعني كأن المنع كان بسبب الذنوب بسبب عندما الذنوب. استغفرت منها بس فتح الله ولذلك عليه. يقولون يقول أهل العلم الاستغفار هو من جملة الثناء على الله مع الاعتراف بالتقصير لأن الإنسان لا يستغفر إلا إذا كان مدركا حجم خطئه ولا يستغفر إلا لمن يدرك أنه هو الله الذي يملك حق المغفرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان ذا سمح عند الناس والعالم كله يعرف من هو أحمد مرة أراد المسجد النبوي وذهب والناس ما في لا تلفزيونات ولا غيره ما يعرفوا من هو أحمد وكان أحمد يعني جسمه فدخل فأراد أن يبيت بجوار قبر رسول الله قال عايزنا كده في الله في مسجد، عفوا في مسجد رسول الله. فالرجل جاء الخادم وقال له يا هذا قم اخرج من هنا. قال دعني قليلا فتركه. بعد شويه قال اخرج، قال له دعني هو ما يعرف انه احمد بن حنبل. نعم. وهو احمد بن حنبل لا يريد ان يخبره انه احمد. فقال دعني. فمسكه هذا الخادم من قفاه ومن قدمه ورماه خارج المسجد. فوقع في مكان رجل يبيع الخباز. يعمل مم. الخبز فكان هذا الرجل اذا اراد ان يخبز قال استغفر الله واذا اراد ان يخرج الخبز قال استغفر الله عايش وطالع داخل استغفر الله, مع الاستغفار. استغفر الله. قال فاعجبني امره فقلت له يا هذا على كم وانت على هذه الحاله قال منذ اربعين سنه حياتي كلها استغفار قال فما وجدت من بركه ذلك اسمعوا ايها الاخوه <applause> نعم. قال فما وجدت من بركة ذلك يقوله الإمام أحمد يقول الإمام أحمد قال م. أي بني والله ما دعوت دعوة إلا أجابها الله لي من بركة الاستغفار جميل. إلا دعوة واحدة وأنا أنتظر تحقيقها قال وما هي قال دعوت الله أن يريني وجه الإمام أحمد بن حنبل الله أكبر. <applause> هذه الدعوة الأخيرة فقال له أنا أحمد بن حنبل وقد جرني الله إليك جرعا إذا من آداب الدعاء كثرة الاستغفار بين يدي الله كثرة الاستغفار إذا هذه شيخنا آداب الدعاء التي ذكرت الوضوء واستقبال القبلة والجزم في الدعاء وأن لا يدعو الإنسان بإثم ولا بقطيعة رحم والاستغفار وأن يقدم الإنسان شيء نعم. بين يدي الدعاء مثل الصدقة نعم آه هذا الآداب ماذا عن الموانع موانع استجابة الدعاء الموانع هذه متى ما وجدت لو فعلت الشروط وفعلت الاداب لن يستجاب لك. اذا فلا بد بسبب وجود الموانع ايوه لابد, لابد من انتفاء المانع لازم تنتفع نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الرجل اشعث اخبر ذي تمرين واقف كده ويرفع يديه ويقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له يبقى اذا اذا اردت ان تعرف العله في كثره دعائك وعدم استجابه الله لك انظر الى طعامك وشرابك اب الله اب الله ان يعطي من ظلم خلق الله اب الله ان يستجيب دعاء من اكل اموال الناس بالباطل اب الله أن يستجيب تضرع عبد استقوى بسلطانه على الضعفاء والمساكين، لا تأكل المال الحرام، واعلم أن الجسد ينمو على الحلال أو على الحرام. في التاريخ قصة عجيبة أن رجلا كان يعمل بالخمر ويتاجر بالربا وكان طعامه وشرابه من حرام. فأرسل خادمه يوما لياتي له بطعام من نفس المكان. اتى بالطعام فاخذ ياكله فمجه ياكله فمجه ياكله فمجه. قال ما الامر؟ تعال. ماذا فعلت؟ قال والله يا سيدي قال لي احكي لي الموضوع بالضبط. قال خرجت من عندك ومعي ثلاثه دنانير فوقع مني فعلمت انك ستغضب مني اذ رحل المال عني فذهبت الى جونه عطار فاخذت اعمل فيها بثلاثه دنانير ثم أكلت بها فذهب إلى شيخ فسأله فقال له يا هذا جسدك نما من حرام فأبى أن يستطعم الحلال <تصفيق> <تصفيق> مثل الإنسان اللي عايش في الزنا والعياذ بالله ما يستمتع بزوجته أبدا الإنسان اللي يأكل من الحرام ما يستمتع بالحلال طيب إذا ابتعد عن هذا الحرام وستجد البركة في الدعاء نعم هذه الموانع باختصار باختصار وباختصار هذه الموانع شيخنا نصل إلى ختام هذه الحلقة شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المحمدي وجعل ما قدمت شيخنا في ميزان حسناتك أعزائي المشاهدين نختم هذه الحلقة بدعوة شاملة جامعة من طرف الدكتور أحمد المحمدي أسأل الله أن يتقبل منا ومنك شيخ تفضل اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الساعة المباركة الطيبة أن ترفع الغمة عن هذه الأمة اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم وانا نسالك في هذه الساعه الطيبه المباركه يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لمن لما تريد اللهم احفظ بلادنا اللهم امن بلادنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وامن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم واهد زوجاتنا اللهم واهد ابناءنا اللهم وارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم وانا نسالك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام ان ترفع عنا الضر والبلاء يا رب العالمين اللهم واغثنا برحمتك اللهم واغثنا برحمتك اللهم واغثنا برحمتك اللهم اجعلها سقيا نعمه لا سقيا نقمه يا رب العالمين اللهم واجعل مساءنا مساء المتقين وصباحنا فيه صباح الصالحين واجعل قلوبنا يا رب قلوب العارفين اللهم احينا على السنه وامتنا على السنه واحشرنا مع نبي السنه آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا محمد جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الله نسأل الله العلي العظيم أن يستجيب لنا ولجميع أمة النبي صلى الله عليه أهلاك. وسلم بهذا الدعاء نكون قد وصلنا أيها الأحبة إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع المقبل إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته